أستون فيلا هذا الموسم كان له العديد من الصفقات من اللاعبين المهمين، وأيضا رحيل بعض اللاعبين المهمين. من بين اللاعبين الذين رحلوا عن الفريق هو لاعبنا المصري الدولي محمود حسن تريزيجيه. لماذا لم تستكمل أو لم يستكمل أستون فيلا مشواره مع تريزيجيه وبعد الإصابة رحل مباشرة عن الفريق، رغم أنه كان بداياته رائعة جدا مع الفريق؟ نحن فخورين ولدينا فخر تاريخ يفخر باللاعبين المصريين. لدينا لاعبين، أحمد المحمدي هو لاعب طراز من طراز رفيع وهو يمثل مصر بصورة رائعة، وهو كان لاعب مهما للنادي. طبعا هو أحمد المحمدي هو سفير لعمل أستون فيلا الرياضي. طبعا بالنسبة لتريزيجيه هو انضم لأحمد المحمدي وكان لاعب مشهور جدا في النادي، وكمان اشترك في العديد من المنافسات واللحظات الهامة من تاريخ أستون فيلا، وأنه هو حافظ على وجود أستون فيلا في الدوري الإنجليزي من صراع الهبوط لو تتذكر. طبعا هو كان لحظة تاريخية بالنسبة له، لحظة كبيرة لما سجل الجول في مباريات النصف النهائي في دوري كأس الرابط في كأس الرابطة الإنجليزي. طبعا كانت لحظة ساحرة ولحظة تاريخية في تاريخ تريزيجيه ذاتيا. طبعا أحمد المحمدي وتريزيجيه لاعبان مهمين، وإحنا بنشتغل على الأكاديمية التابعة لأستون فيلا في القاهرة في مصر علشان خاطر نطور من الكرة الإنجليزية في مصر زي أستون فيلا وعن طريق أكاديمية أستون فيلا.